فوق راه حلال قاعدين ويوكلوا فيهم. سيد الرحمن بيطول تندو فيه حراك مثلا دونك بو فير ان بيلون سور اون اني دو حراك لو بيلون يا اون بريز دو كونسيونس جينيرال يعني صح وتوعي عند كل الجزائريين بالشرائح نتاعهم لكن خاص التنظيم التنظيم الثوري لتحويل الهبه الشعبيه الى ثوره حقيقيه منهجيه منظمه. لما نقولوا ثوره ماشي شرط سلاح لكن ثوره بقياده سياسيه بمطالب سياسيه بقياده يمكن تفتح مجال سكون ابل المفاوضات من اجل انتقال السلطه من الجيش المعوج هذا الى الشعب. كي نقولوا الجيش قيادات الجيش لانه الجيش ومن الشعب وعنده مشاكل الشعب وعايش مشاكل الشعب. ان كابورال ولا ان اش دي تي اون دو تروب جندي ولا كابران ولا سيرجان ولا سوليوتنون ولا ليوتنون ولا كابيتان ولا كوموندون الجزائر درك سمتو سمت خردلة هو تاني ما يقدرش يكمل الشهر ما يقدرش عايش مرمد ما عندوش سكنه ما عنده والو رجعهم دي مينابل هذا غدوه ما تعولش عليه انت يحط مخه في معركه على الحدود يموت على واش يموت على شنقريحه واللي معاه اللي ولادهم في الماريكان وفي فرنسا وفي لاسويس وفي الخارج عايشين وعندهم دي كونط مليون دو دولار سي سي با دي مليار لا يفو اون بريز دو كونسيونس اما الجزائر الجزائريين اما الجزائر هي مجموعه مستغلين برك. وكما تقول الماده القانونيه على المتضرر اللجوء الى القضاء مادام ما عندناش قضاء على المتضرر انه يقاضي وحده اللي ضروا سيتو واعطيناكم حنا منهجيه de par le CRUA, etc. Ça, c'est pour la communauté nationale à l'étranger. Il faut s'organiser, créer un pôle politique pour libérer les Algériens de la prison qui est devenue, qui est devenue l'Algérie maintenant. Et les gens qui sont dans l'intérieur, vous avez dit, l'adou, le vrai, vous voulez vous donner les dames, vous voulez vous donner les gens qui ont les dames. C'est les mouassassats ajnabiyas. Et en particulier les mouassassats khalijiyas. Vous voulez vous donner les mouassassats où vous êtes. Vous voyez que les dames de Marrakech sont en train de شوفوا. وهذا هنا للمجاهدين اللي مازالوا حيين ومازالوا بعض المجاهدين الحقيقيين عائلين مازالوا حيين. انا نقول لهم ماذا بكم تفهموا الشعب وشي هو المروك وشي هي ليبيا وشي هي تونس ابن الثوره الجزائريه. السيستم واش كان صاير؟ واحد ما عاوننا لوجه الله. التوانسه كانوا يديو 10% على كل ما يوصل للجيش الجزائري. المعركة كانوا مدارين السيستم دابور زرعوا الناس نتاعهم ومدارين السيستم تاع هي تقول ولد اختي يخدم لي باطل وهو يقول خالتي تعطيني بنتها. يعني كل واحد داير برنامج في راسه. واحد ما عاوننا في الثورة. كذب عليك الكاذب. بكل سلكو. دون مانيير ودون اوتر. تونس كانت تخلص. ما عاونتنا ما والو. كذب. واحد ما عاوننا. مصر كان الناصر هذاك عنده في دماغه يعني برنامج تاع العروبة والليدرشيب نتاع العرب اكسيتيرا ويحكمها من الماء للماء. كل واحد عنده برنامج. واحد ما عاون الثورة الجزائرية كلش كذب وخرطي. دونك انا الناس اللي تقول واش فيها كي مدوا 150 مليون نقول له شوف مع روحك ما عندكش سبيطار ما عندكش سبيطار تداوي فيه ومن بعد هضر على 150 مليون دولار الحليب راك تكفر عليه ومن بعد هضر على 150 مليون دولار 150 مليون دولار اي دراهم وما نكون جات كاوكاو صافي ديجا بزاف 150 مليون كاوكاو سي بزاف اي بابا كاوكاو الوغ ايماجين اي دراهم سي تو اون بلوس 150 مليون دولار حره وحنا في الجزائر يطبعوا في الدراهم يطبعوا في الورق المدرحين
دونك الشعب ثاني لازم يفيق فصان قضية سهلة خلاص. لكن أغلبية الشعب فحولة وباغين الاستقلال ضغط استقلال الجزائر، ولكن أغلبية الشعب حابين الاستعمار ما تستقلش الجزائر. بصح حاجة واحدة، تستقل الجزائر ما تستقلش. أنا والناس اللي معايا نقدر نقولوا حاجة، إحنا ناضلنا من أجل استقلال الجزائر ومازلنا ناضلنا وقانعين بالنضال نتاعنا والتوجهات نتاعنا. مام يقولوا عنيف، أنا هيه نقول عنيف وما نخافش من العنف، والعنف فيه دواء سينار بالعالمين. ما يقولكش ولو دفعوا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع كثيرة يذكروا فيها اسم الله. هذه بقى نجيبها لكم من الاخر، ما عندكمش وين تهربوا. الشعراء وقالوها لكم، الحكامة وقالوها لكم، كاين وقت لما الظلم يوصل لدرجة لازم تتصدى له، لازم تتصدى له. برك عايشين في ظروف كبيرة كما يقولوا عندنا احنا، كاين وقت البنادر وكاين وقت السناطر. تعرف السنطرة واش هي؟ كاين وقت البنادر وكاين وقت السناطر، كل وقت ووقته. هذه 150 مليون قال لك بون، هو يقول لي بلي حطوها وطلع ريكيبيري. صايت لا ميم شوز بور اف ام اي بور لي ايتاز اوني بور لي جي بور. يا ودي واش تريكيبيري ولا ما تريكيبيري؟ يا راجل واش تريكيبيري؟ واش تريكيبيري؟ تيبا فوريتي يا جماعه، فوريتي. يا اخي على بالو هذا التفون هذا وينهم الدراهم اللي سرقوهم واحد يجيبهم وينهم؟ ما جابوا والو. ما جابنا والو. شاب الجزائر ما جابوش. السياره ما رجعهاش. ما قادر اسمع، ما قادر يدير والو. المافيا ولات على بالك بلي لابياس ديتاشي لو اس كارد هذاك وتريك عاودوا طلقوه. دونك ما وفات ما صرا والو، ما صرا والو. الناس اللي دخلت الحبس على الراي نتاعها دخلت. علاش غديري راه في الحبس؟ علاش طابو راه في الحبس؟ علاش بومالا راه في الحبس؟ علاه الاعلامي راه في الحبس؟ علاه نور الهدى في الحبس؟ علاه لي دو جورناليست تاع قسنطينه زغلي شي لا دام هذيك ناصر علاش راهم كونداني؟ على واش هادشي كل؟ مي ريان ا شونجي. وتوجور نرجع سلمياتنا اقوى من رصاصهم، هما جابوا لكش الرصاص. السلميه تاعك واجهها تعرف باها بالتهميش وعدم الاصغاء، شغل ما تكزيستيش. سلمياتنا اقوى من رصاصهم، شغل قاعد تشوف انت في الرصاص. بعد ما اعتلنا سلميتكم اقوى من رصاصهم، سلميتكم بوتين ما سمعش بها وماكرون ما سمعش بها والرياس هذوك دومي طاريف نتاع الخليج ما سمعوش بها وتاع الامريكان ما سمعش بها. سلميتكم والله تخرجوا كل يوم، والله ما تدوروهاش قباحة، والله لا سامعين بكم. ودوك يجيبوا لكم برلمان واحد اخر، كانوا يقولوا الاخر تاع الحفافات، دوك يجيبوا لكم برلمان تاع الشطاحات.